اسماعيل بن راس راح عدلان وصلت ليوسف بليلي، يوسف يلعبها مع رامي بن سبعيني، قدرات هائله في التحكم على التحكم في الكره، تلعب مع يوسف بليلي، يوسف يتقدم من الوسط راح هاي كره صعبه، 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 اخذها رياض، رياض رياض ضيع جول انه يصفر ضرب الجزاء في الدقيقة 70 مشاهدي الافاضل من عمر المباراة. هنا اللاعبين الجزائريين راح يخرجوا كل ما لديهم من المباراة. جزاء حكم المباراة، نعم هو ضرب الجزاء، قالها قالها ضرب الجزاء والبطاقة الصفراء، ضرب الجزاء والبطاقة الصفراء لعيسى منجي. نعم خليوني نقول لمسة يد بصراحة، يعني لمسة يد وضرب الجزاء وحركت يدك يا عيسى، خلونا نقولوها بصراحة، وبعدين اعطيت له الفرصة الحكم. ما لازمش ننسى بانه ضربة الجزاء لم يسجلوها إيجالو صاحب ثلاث أهداف في هذه البطولة، إذا سجلها يصير تنفيذ ضربة الجزاء هذه. كانت 18 دقيقة لعب، يشبه إيتو صامويل هذا إيجالو، لاعب مهاجم منتخب الكامرون. هداف أنت يا إيجالو، لكن هل ستكون هداف أمام رايس وابن بلحي في هذه الكرة؟ عيسى مندي تقنية الفار فيها وعليها، لما تكون لينا فيها لما تكون علينا عليها طبعا، وهذه هي الكرة. يستعد لتنفيذها إيجالو، أوجيون إيجالو مهاجم نادي شانغاي يستعد من أمام رايس، روح من هنالك يا رايس، روح من هنالك يا رايس، روح من هنالك يا رايس، إيجالو جول. هم عدلوا أمر يتعلق بنيجيريا، من هنالك يا رايس. إيجالو يصبح هداف البطولة لحد، حطها في الجول يا رياض، 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 با 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 جول يا الجزائر، الله أكبر الله أكبر، تحية الجزائر. هذا هو رياض اللي قلت عليه، ما يعرفش يلعب الكرة في أصعب الظروف، يكتب التاريخ عناصر المنتخب الجزائري، نعم يكتبون التاريخ عناصر المنتخب الجزائري، كتبنا التاريخ سنة 90